راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات فيها الحلو وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات. في أنا والنجوم مع ريهام مازن. ورجعنا لكم تاني أو تالت مستمعينا مستمعي راديو الأهرام في كل مكان، ومشاهدينا مشاهدي قناة الأهرام، والحوار مستمر مع فنانتنا الجميلة القديرة عايدة فهمي. وهنرجع لآخر سؤال عن المسرح، وهل أستاذة عايدة يعني المسرح القومي في وقتنا اللي احنا فيه ده نقدر نقول انه قادر على منافسة القطاع الخاص؟ رأيك ايه؟ لا، مسارحنا بتاعت الدولة أقوى من القطاع الخاص. طبعا شفتوا الرد الجميل، طب المسارح بتاعتنا أقوى طبعا، لأنها متنوعة. إن إحنا بنقدم كل حاجة، بنقدم المسرح التجاري وبنقدم المسرح التجريبي، بنقدم التجارب اللي زي الطليعية، زي مسرح الطليعة ومسرح الشباب، لكن القطاع الخاص بيقدم شكل تجاري فقط لا غير. صح، بس وبيضحك وما بيضحكش من حريم النار لروبنزل لفريدة، الحياة كل شخصية مختلفة تماما عن الدنيا. هو مقاييس اختيار الفنانة عايدة فهمي للعمل ايه اللي بتقدمه؟ ان الدور يبقى متنوع، الدور نفسه يبقى فيه يعني زي ما بقولك مع الأستاذ محسن رزق، انا برقص وبغني وبعمل شر وبعمل كوميدي وبعمل كل حاجة على خشبة المسرح. يعني انت بتحبي ان الدور يستفز شخصيتك؟ طبعا طبعا، يعني الساحرة الشريرة في سنو وايت مثلا حاجة دور ممتع غاية في الإمتاع، استمتعت بيه جدا وأنا بعمله. ساحرة شريرة لكن لذيذة وشايفة نفسها. ما بيجيلكيش تعليقات ايه ده، ايه شريرة ده؟ لو حد شايفك من الولاد انتي امشي ساحرة شريرة. طبعا بيعملوا كده، بيعملوا كده. طب بس بيجوا يصوروا معايا اخر العرض، بيبقوا فرحانين بيا جدا جدا. لا الحمد لله الحمد لله. يعني الفنانة عايدة فهمي، ما عرفش للي يعرف، هي شاركت برضو في فيلم الهروب. كلميني عن التجربة دي وعن مشاركتك برضو مع العمالقة، ايه ذكرياتك عن الفيلم ده؟ اولا انا كنت صغيرة وبعت لي الاستاذ. وانت لسه صغيرة بقى تقولي كلام نضحك على بعض. بعت لي الاستاذ عاطف الطيب، طبعا كنت مرعوبة لانه اسمه كبير جدا جدا، وترعبت اكتر لما عرفت ان انا هقف قدام الاستاذ احمد زكي. طبعا وقد كان وقفت قدام الاستاذ احمد زكي، وهو الحقيقه نجم ليه طبيعه خاصه جدا جدا، هو وكانه بيركبه شيطان الدور، يعني بيدخل جوه الدور كده قوي، يعني تقمصه دي العاديه يعني بيعيشه. يعني داخل فيه قوي. فلو الممثل اللي قدامه ما هواش فاهم ده وحاسس وشاطر شوية، ممكن يضيع، ممكن يضيعه هو نفسه. فالحقيقة دي تجربة من تجارب المحترمة في تاريخي، وأنا فخورة بيها جدا جدا. هل أحمد زكي كان عصبي في لا خالص، في الكواليس؟ لا خالص، مع نفسه جدا. لا 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 خالص، ما شفتش ده حقيقة. يا هو والأستاذ نور الشريف كمان اشتغلت معاه في كتيبة الإعدام، نفس الحكاية. يرحمهم جميعا. إلى أي مدى الفنانة عايدة فهمي بتلاقي راحة نفسية وهي واقفة على خشبة المسرح، رغم أنها قالت في أكتر من مرة مسرح بيعمل فلوس ولا شهرة ولا بيأكل عيش؟ يعني من الآخر كده ممكن تكون بتصرف على المسرح من جيبها، فيعني ايه ده حقيقي، لكن في راحه نفسيه بالنسبه لك عاليه؟ طب جدا جدا، بحقق نفسي. الجمهور اللي بيشوف المسرح بيديني قدري وبيديني حقي. يعني الراحه بتجيلك من انك انت بتاخدي الريورد في لحظتها من الجمهور؟ طبعا طبعا. وبعدين دي ده الحب وده العشق ودي الهواية. الأكل العيش إحنا بنفتح لنفسنا تركات أخرى بناكل منها عيش من نفس مجالنا برضو. الدراما التلفزيونية هي حاجة جميلة جدا جدا، وبتعمل شهرة قوي وبتحقق
يعني كتير جدا عن المسرح. بالظبط، لان الناس عرفت مليحه طبعا جدا اكتر من اي دور مسرحي. طبعا ومع طبعاً. ذلك راحتك النفسيه على المسرح. لا بس انا برضو يعني انا في مليحه اقدر اقول ان انا كنت بمثل وانا في غايه المتعه، لانه دور حلو مع اساتذه كبار، تاليف كبير، راجل كبير اسمه الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ عبد الرحيم كمال، اخراج الاستاذ حسين المنباوي. انا واقفه قدام مين؟ انا واقفه بمثل قدام مين؟ قدام عملت كلهم. فانا ازاي يعني ما بقاش مستمتع لو انا يعني سيبك بقى من الوسيله، انا في مسرح، انا في فيديو، انا لكن انا هنا برضو عامله دور حلو في وسط اساتذه كبار. وعلى فكره ودور ما اعتقدش ان اي حد يمكن لا من اقرانها ولا اصغر ولا اكبر هيفكر يلعبه. يعني الدور ده برضو تحدي كبير جدا ان اي فنانه يتعرض عليها الدور ده تقبله. اولا كفيفه، عجوزة جدا، يعني بكل حال من الأحوال لو فنانة هتبقى خايفة على جمالها ولا بتاعها تبقى ألف مرة هتفكر طبعا، لكن الفنانة الشاطرة بتغامر. هو خايف على جمالي برضه؟ لا مش مشكلة، هو خايف على جمالي بعد بقى مش مهم، يعني شوية ميك اب بقى وبعد كده ريموفر وبتاع وخلاص خلصنا. كلميني على ردود الفعل، هل كنت فعلا متوقع النجاح ده كله وانت واقفه بتمثلي الدراما التلفزيونيه دي؟ انت كنت متوقعه حجم النجاح ده من الناس؟ انا كنت، لا من الناس ما كنتش متوقعه ده، لكن كنت شايفه نجاحي في عينين زمايلي اللي بيشتغلوا معايا. كنت شايفه التقدير من الاستاذ المخرج حسين المنباوي، ومع كل مشهد كان بيتناقش معايا، وكان مع كل مشهد كان اللي بيعجبه بيحييني عليه جدا جدا، وهو مخرج كبير ومحترم قوي قوي وبيحب الممثل قوي. فبيطلع طاقته طبعا طبعا. فانا كنت شايفه ده في المحيط بتاع العمل نفسه، لكن رد فعل ده عند الجمهور لا انا ما كنتش متخيله كده. انا قلت هنجح، شاطره والكتابه حلوه وهذاكر واعمل لا الكتابه حلوه دي قصه ثانيه. يعني طبعاً. انا عارفه كويس ان استاذه عايده بتحب الاستاذ عبد الرحيم جدا جدا، عبد الرحيم كمان، لان هو سيناريست ومؤلف مبدع، يعني وعارف ازاي يطلع. واي حد يشتغل معاه وما ما يعملش حاجه يبقى التقصير من عنده، التقصير من الفنان وليس هو. طبعا. انت بقى لما تعرض عليك الدور ده مين اللي عرضه الاول، هل المؤلف ولا المخرج؟ لا ولا المؤلف ولا المخرج، كنت اعرفهم يعني ما كنتش التقيت بيهم يعني قبل كده، لكن شركه الانتاج سينرجي، الشركه الكبيره سينرجي، بعتولي، ما كانش الورق لسه كتب، فبعتولي يتعاقدوا معايا وحكولي الدور، قالوا لي دور كذا وكذا وكذا وكذا، عشان بس من حيث المبدا لو انا هرفض فكره ان انا اعمل الست العجوزه قوي دي، الفقيره قوي دي، الضريره فهو بيحكي لي الدور. قلت له انا لابدا فيه، انا قاعده استاذ عبد الرحيم كمال. طبعا الدور دلوقتي. طبعا استاذ عبد الرحيم كمال، والدور ده لا اعمله طبعا جدا جدا. وقريتي كده فريتي السيناريو وانت قاعده، ولقيتي بقى احب ايه المشاهد ليكي وانت كده بتبصي بسرعه، واصعب المشاهد اللي كنت قلقانه انك هتعمليها؟ الحقيقه وانا بقرا كنت مستمتعه جدا. انا كل مشهد من دول انا عايزه اديه. ايوه بس ساعات كده وانت بتبصي في يا نهار ابيض انا هعمل حته اللقطه دي ازاي. عملت كده؟ لا بصراحه لا خالص خالص. بس اتناقشت مع الاستاذ حسين المنباوي الاول خالص، اول يوم تصوير قلت له حضرتك عايزني ابقى ضريره او كفيفه مغمضه عينها ولا مفتحه؟ فقال لي تشوفي الشخصية. قلت له لا الشخصية دي أنا حاسة إنها مكتوبة كده، مكتوبة إنها مغمضة، فأنا أحب أعملها كده. هيبقى صعب. قلت له أنا قد الصعب، ما تقلقش يا أستاذ. لا بالعكس ده يطلق عنان الخيال لحاجات كتير منك. لا أما تبقي بتمشي على البحر مشاوير في قلب البحر وبتقولي وبتعملي وانت عمالة تتخبطي في الصخرة، ما أنا مش شايفة. ايوه بس انت ممكن تقومي بس. لا خالص ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش. ما هي والكاميرا بقى مش واخده بالها. لا ما ينفعش خالص، مغمضه يعني مغمضه. وكانت مليحه، وكانت المتعه في التمثيل مع الاساتذه الكبار اللي كانوا معايا.
لما شفتي المسلسل والنجاح اللي حققه، انا الحقيقة عرفت ان بعض المشاهد تم اجتزائها او حذفها. انت ما بتزعليش؟ اصل الفنان لما بيتعب في مشاهد زي كده ويقعد يمثل وعيد الشوط مره واثنين وثلاثه، انا ما اعرفش انت بتعيدي مره واثنين وثلاثه وخمسه ولا واحد 90 وتتفاجئي ان ده حصل له كات، ايه اللي بينتابك صحيح؟ يعني انا بالظبط ده زي ايه، لو انا كتبت مقاله وخدنا فقرتين شلناهم انا ببقى محروق دمي. انا ما اعرفش بالنسبه لك انت ايه، ما هو انا كل شخص للحاجه غير التاني. انا شخصيا ماليش دعوه، ده شغل الاستاذ المخرج، انا انا مالي. انا اشتغلت وفي النهايه الرؤيه الاخيره بتاعت الاستاذ المخرج اكيد شال ده لغرض عام، واخده بالك؟ انا يعني ما شالوش اجزاء انت يعني حزنتي انها اتشالت؟ انا اتشال عندي حاجه كانت من الحاجات اللي تعبنا فيها قوي انا والاستاذ احمد امين. لا بس انا زي ما بقول لك تاني، معلش انا مالي الحكم ليه، انا مالي، انا ماليش دعوه. يا بس لو كان ده اتحط كان هيبقى، لكن كان مشهد ايه بقى اللي انت كان عمليه؟ مشهد انا والاستاذ احمد امين جوه البحر في عز شهر طوبه في الزعفرانه، تلج فوق ما حد يتخيل، وكنا في نص يعني رجلينا لغايه الركب جوه البحر، انا حرفيا كنت بموت، وبنصور المشهد ده وطالعه هي بتشوف البنت بنتها سندس في نص البحر، فبتقول له انا كاني سمعاها، فبترد عليها البنت بتقول لها مليحه، بتقول لها اهي انا شايفاها مش عارف، البنت طلوع البنت من البحر ده اتلغى، فبقى المشهد وكانه نقصه حته. لكن انا مالي، انا مالي، ده رؤيه الاستاذ. فهماني قصدي ايه؟ فهماكي طبعا، فهماكي كويس. انا فقلت لا دي اتشالت، هو احساسه كده بالعمل، هو شايف كده بالعمل، ولا لينا دخل خالص. برضو ده هيخليني اقول لك، يعني رغم ان الدور ده يعني كان من الادوار اللي متميزه جدا جدا جدا، هل ما زلتي تشعري ان انت لسه عندك طاقه تقدمي دور غريب ومختلف؟ مش هقول في مصر، احنا بنتكلم دلوقتي في الدراما طبعا. هتعملي ايه الدور اللي انت نفسك تعمليه؟ يعني هكدب عليكي لو قلت لك انا اعمل اي دور، انا ما يهمنيش، انا اعمل اي دور، الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا ملك ادواتي. ادواتي كممثله. خلينا نسال ايه الدور اللي نفس عايدة فهمي تلعبه من واقع الحياة المصرية، تجسدي ايه؟ مش مفكرة بصراحة، مش مفكرة حاجة، لكن اصل مرت عليا كل الادوار تقريبا، يعني عملت حاجات كتير قوي، لكن اي حاجة يكتبها الاستاذ عبد الرحيم كمال ولو جملة هروح امثلها. الاستاذ عبد الرحيم كمال بقى يكتب لنا حاجة أنا وأستاذة عايدة كنا نتكلم عليها قبل ما نطلع. أنت كمان عايزة تمثلي؟ لا لا لا، أنا وأستاذة عايدة قبل ما نطلع، والله لو طلب مني وأعرف أبدع فيها هعملها. ماشي. حنفسك ما تقلقيش. الحقيقة الحوار معاكي أكتر من ممتع بجد، استمتعت معاكي قوي يا أستاذة عايدة فهمي، تستحقي كل التكريم والفخر من يعني مصر ومن الفن المصري ومننا احنا. الحمد لله. وبقول لك شرفتينا ونورتينا وخطوه عزيزه على الاهرام، وان شاء الله دايما نلقاكي في برنامج انا والنجوم كده ونطلع الابداعات الجميله اللي جواكي. اشكرك جدا جدا، وانا استمتعت معاكي وحوار ثري ومثقف جدا، واشكرك عليه من كل قلبي، وابعتولي بقى عشان اتفرج بس كده. انا بشكركم مستمعينا، مستمعي راديو الاهرام في كل مكان، ومشاهدينا مشاهدي قناه الاهرام على الحلقه اللي نتمنى ان احنا نكون امتعناكم بيها، وحتى نلقاكم على خير ان شاء الله، وحلقه جديده من برنامج انا والنجوم. بشكر اسره البرنامج، المخرج المبدع الاستاذ معتز الشرقاوي، المصور الجميل النوبي محمد حسن، وحبيبتي المعده ايات الامين. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا حلقه جديده. ارق تحياتي ريهام مازن.